معنا للحديث عن هذا الموضوع الخبير الاقتصادي الدكتور عدلي قندح. أهلا وسهلا بك دكتور عدلي. يعني بداية، ماذا يعني تراجع تحويلات العاملين في الخارج على الاقتصاد الأردني برأيك؟ شكرا لك. احنا بنعرف طبعا انه التحويلات الخارجيه للعاملين في الخارج، للاردنيين العاملين في الخارج، بتشكل مصدر العملات الاجنبيه للاردن، وهي يعني بند رئيسي في ميزان المدفوعات في الاردن، وبالتالي لها اثر كبير على الاحتياطيات، دعم الاحتياطيات الاجنبيه. تراجعها بنسبه 10% او 9.8% يعني بيعني انه راح تاثر شوي على حجم الاموال الداخله، لكن بالمقابل كمان احنا بنطلع على انه بنود من ميزان المدفوعات الاخرى اللي موجوده خارج من الاردن، زي المستوردات، زي السياحه للاردنيين العاملين في الخارج، برضه راح تتراجع. فالنت راح يكون تقريبا يعني اقل سلبية من الأرقام اللي بنحكي عنها في حالة حكينا عن الحوالات. نعم، إذا ما تحدثنا يعني عن الفترة المقبلة بحسب التوقعات، يعني هل برأيك كان هناك أسباب معينة، يمكن أزمة كورونا وبداية أزمة كورونا؟ نعم. هل فعليا سيكون هناك تغير في حجم التحويلات للعاملين في الخارج إلى الأردن؟ نعم، لا شك أنه الأزمة اللي بتمر فيها المنطقة والعالم أجمع هي أزمة كورونا، لها أثر كبيرة على اقتصاديات دول العالم واقتصاديات المنطقة، وبالتالي وما تزال أثر طبعا مبين بشكل واضح وكبير لحد الآن، وتداعياتها عم تتقلب. يعني الآثار الصحية لكورونا وانعكاساتها على الاقتصاد بعد ما صار في تحسن في الوضع وضبط في عمليه انتشار الكورونا، رجعت الموجه جديده، وبالتالي عم توسع انتشار الفيروس بشكل كبير، وهذا بياثر بشكل كبير على الاقتصاديات. احنا شهدنا طبعا بالبدايه اغلاقات لكثير من اقتصاديات دول العالم، بالاردن والخليج ودول العالم خاطبه ببداية الأزمة، لأنه ما كان العالم عارف إيش معلومات كثير عن الفيروس. هلا الأمور أوضح شوي، لكن السيطرة على الفيروس كمان مهمة. يعني برأيك أنه من الممكن أن يكون ضبابية المشهد هي التي أثرت على حجم التحويلات، ومن الممكن أن مرحلة التعايش ستعيد إلى حد ما حجم التحويلات في الفترة يعني المقبلة؟ إحنا نأمل أنه يصير في ضبط وتعايش مع الفيروس، لكن كمان الامور هاي ما بنعرفها لحد هلا بشكل واضح، لانه داخلين على شتاء هلا، وفي فصل الشتاء عاده في فيروسات ثانيه عم تدخل في تتشابك هلا مع فيروس كورونا، وبالتالي احنا نامل انه تكون الامور مضبوطه اكثر. وتكون الاثار اقل من ما هو متوقع، زي ما ذكرتي حضرتك في التقرير بانه يتوقع الحوالات العاملين حسب تقرير البنك الدولي تتراجع خلال عام 2020 ب 20%، احنا بنحكي عن 7 شهور هلا تراجع تقريبا 10%. نعم. فنامل ان تكون الامور مضبوطه بهي الصوره وما تكون اثار سلبيه اكثر من هيك. نشكر وجودك معنا الخبير الاقتصادي الدكتور عدلي قندح.